الحادثه الحادثه السير المؤلمه اللي وقعت في جامعه مولاي بوسلهام. توصل المستشفى هذا الصباح ب 21 مصاب وبثلاثه ديال الضحايا اللي ماتوا في في الطريق. في هاد 21 المصاب قمنا لهم بالتحاليل اللازمه الراديولوجيه وكذلك بالفحص السريري، تبين بانه فيهم 8 ديال الحالات اللي هما صعبه، والحالات الاخرين ما بين متوسطه وطفيفه. على اثر سمعنا هذا الخبر فقمنا بتعبئه جميع الاطر الطبيه والتمريضيه، وتمكنا اننا نتغلبوا على هاد الموجه ديال نقولوا ديال الناس وكذلك بهاد الضحايا. والان حنا بصدد اننا نرسلوا الضحايا اللي هما صعاب لمستشفى الرباط لتكمله العلاجات. والحمد لله لقينا حنا كذلك الدعم ديال السلطات المحليه وكذلك رجال الشرطه اللي داروا معنا التنظيم وداروا معنا كذلك النظام وكذلك التواصل مع عائلات المرضى. وفي هذا الصدد حنا تنشكروا السيد العامل اللي جا وتفقد الحالات ديال المرضى وكيتبع الخبر ديال المرضى واحد بواحد وقت بوقت. فالضحايا اللي ماتوا في الطريق اللي عندنا هما ثلاثة، والمرضى اللي جاوا عندنا هما 21، فالمجموع هو 24، وسمعنا بأن كاينين 6 ديال الموتى اللي كانوا في عين المكان. المجموع ديال الوفيات هي 9 ديال الوفيات.